السلام عليكم، معكم رشيد أول زيوار، مسؤول تطوير بشركة سيمينيس باير. حنا هنا اليوم في واحد الحقل ديال البطيق الأصفر بمنطقة الغرب، جينا باش نجدوا اللقاء ديالنا مع فلاحي المنطقة للتعريف بالصنف وفاق. هذا الصنف هذا اللي كيتميز ما بين بقوة النبتة وجودة الثمار، ثم المقاومة للأمراض، من أهمها البياض الدقيقي أو لا بوبياض، ثم أيضا كيتميز بواحد التبكير اللي عالي مقارنة بالأصناف الأخرى.